لازم يكون شديد وجزار جامد في السوق ويخش كده على المذبح بالكذلك والسكاكين والجلابية الغرقانة دم. يذبح يزك يا قدرة، يذبح زك يا قدرة، اصلغ زك يا قدرة، يصلغ زك يا قدرة. يطلعوا الجزار همجي ويطلعوه كده، والجزار اغلب واحد الجزار غلبان يعني عايز ياكل عيش وخلاص. ممكن كيلو اللحمه ب 100 جنيه من الغالة يا فندم. ببيع عجلي كل يوم، ببيع عجلي في الجمعه، معايا ست صناعيه واولادي معايا. انا راجل كسيب، انا بنزل في المحل 10 روس كل يوم، يعني بكسب حلو. باني ولا بتلو؟ انا مندوب مصلحه الضرايب. ايه جزار مظلوم وغلبان الجزار، بيطلعوه مفتري وبيضرب الناس ويضرب الزباين. ودلوقتي غور بقى من قدامي قبل ما اسيح جنب قول معايا. هما بيطلعوه بصوره وحشه دايما. اه والله ما بقاش الا الجعير ده كمان. اما راجل قليل الادب صحيح بتقول ايه؟ شفت افلام كتير بس مش فاكر يعني. اه اللحمه دي مذبوحه في الشفخات في الخشفات في السلخانه. ايوه دي شمع المحل بالشمع الاخضر بالشمع الاصفر بالشمع الاحمر. انا لو شفت واحد متعور بسوره